أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والآن نتناول الموضوع من جانب ديني، رأي الدين في أو حكم الدين في المروج، في المتاجر بهذه السموم، في حتى المتعاطي، هل الدين يتعامل معه على أنه ضحية أو كمان عليه حكم؟ أيضا الدور المجتمعي في التصدي لهذه الآفة، مرات يعني العشيرة بتتدخل أو فزعة بتكون، يعني هذا موضوع ما بيحتمل أي مجاملات، لأنه هذا موضوع بالنهاية، وزي ما تفضل الدكتور رضوان بني مصطفى قبل شوي بيقول يعني أي مرض بيأذي صاحبه لوحده إلا هذا، يعني هذا الإدمان إذا بدنا نتعامل معه كمرض هو مرض. الشخص ما بيأذي نفسه، بيأذي اللي حواليه، بيأذي أسرته، بيأذي مجتمعه، بيأذي بلده. فخلينا الآن نتناول هذا الموضوع من زاوية الدين والشريعة وحكم الدين في هذا الموضوع من خلال الدكتور أحمد العواشي، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتور، صباحك سعيد. صباحك، الله يسلمك. نبدأ بحكم الدين ورأي الدين في المخدرات، المتعاطي، المتاجر، المروج، ما حكم الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشريعة الإسلامية جاءت بمحاسن الأمور كلها، صانة العقول، صانة النفوس، صانة المال، صانة العرض إلى غير ذلك. فالمخدرات حقيقة جريئة، آفة خطيرة جدا، لم تكن معروفة سابقا، وإنما هي عرفت من قرون متأخرة، فهي يعني جريمة خطيرة جدا بكل معنى الخطورة، لأنها تؤدي إلى قتل النفوس، يعني الواحد لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره، أيضا اعتداء على الأعراض لا يجوز، حتى وصل الاعتداء على المحارم، يعني يعتدي على أخته أو على أمه بسبب هذه الجريمة النكراء. أيضا فيها يعني إضعاف لجيل الشباب وتدمير الأوطان من خلال تدمير الشباب، فالشباب هم عدة المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نصرت بالشباب، فالشباب إذا دمرنا شباب الأمة بهذه الآفات الخطيرة، فمن من يدافع عن الوطن؟ من يدافع، من يحمي مقدرات الوطن ومكاسب الوطن وأبناء الوطن؟ ولذلك لابد من الانتباه لهذه القضية، خطورتها شديدة جدا، والله عز وجل يعني بحكمها كما ذكر العلماء هي مقارنة بل أشد خطر من حكم المسكرات، فالمسكرات الخمر وما يتعلق بها محرمة في الشريعة الإسلامية بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكل مسكر خمر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خمر حرام. الحقيقة أنه وما أسكر كثيره فقل حرام. المخدرات أشد خطرا وفتكا بالإنسان من المسكرات، فلذلك حكمها حكم مسكراته أو أشد عقوبتها، يعني تصل عقوبتها بالتعزير، إذا وصلت التعزير قد تصل إلى عقوبة الإعدام، خاصة للتجار المخدرات ومروجي المخدرات، هم أخطر فئة على المجتمع، هؤلاء الذين يعني يريدون الثراء بطرق محرمة شرعا، بإذاء الناس، بقتل الناس، أين خطايا هذه؟ خطايا الناس في أعناقهم، يعني هو قد يعني يشعر باللذة والسعادة إذا جمع قليل من المال، لكن المال ليس هو سبب السعادة، كما قال الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ممكن يكون هلأ المال ما بننكر أنه سبب سعادة، ولكن من طرق مشروعة، أي يجب أن يكون مصدر المال مشروع وأن يستثمر في أمر مشروع. نعم، أدمر يعني شعوب، أدمر شباب، وأدمر مجتمع عشان أوطان، أحصل على تدمير المال. أوطان، يعني شبابها لما يتدمر شباب الوطن بضعف الإنتاج، بتضعف الصناعة، بدها حماية جيش وأمن وغير ذلك، كل هذا مرتبط بإضعاف الشباب، وهذه خطط من أعداء الأمة أن يدمروا أبنائها وأن يدمروا شبابها حتى يسهل عليهم استعمار هذه البلاد أو غيرها من البلدان التي يكثر فيها تعاطي المخدرات والترويج المخدرات وتجارة المخدرات. والتجار هم يعني هؤلاء أظل يعني من الصنف الذي أجزم وأقول هؤلاء التجار من الفجار،
لا شك، لأنهم يتاجرون بأشياء محرمة وأشياء مؤذية وأشياء قاتلة وأشياء تؤدي إلى هلاك المجتمع وخراب المجتمع وإفساد المجتمع من جميع الجوانب. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل، أن نربي أبنائنا التربية الصحيحة وأن نحافظ على هذا. لكن أحيانا قد يكون الأبناء ضحية لهؤلاء المفسدون، لهؤلاء المفسدين في الأرض الذين لا يريدون خيرا لا لأمتهم ولا لأوطانهم ولا لشعوبهم ولا لدينهم ولا لحضارتهم، لا يريدون خيرا لها، إنما هم وسائل، هدفهم فقط الربح المادي والإسراف والشهوات وما يتعلق بهذه الأمور. يعني ليس عندهم هدف آخر، هدف نبيل، ما عندهم هدف نبيل، عندهم أهداف نبيل، ما تاجروا بهذه المواد المحرمة شرعا أو روجوا لها. نعم، وروجوا. نعم، المشكلة أنه هلأ صرنا عم نشوف صور ترويج، والله يعني أنا بقول معقول بطريقة جذابة، يعني محطوطة بطريقة فعلا تجذب الشباب وخصوصا ما دون ال 16 سنة. هو بالبداية ما هو تجذب، يعني بقول زي ما أقول أول ودلع وآخر ولع، فهو يعني بينجذب الشاب لهذه القضايا، ثم بعد ذلك ما يدرك خطورتها، تبدأ عنده الجرائم شوي شوي تنمو، يبدأ بإيذاء نفسه أولا، ثم بإيذاء من حوله، ثم بإيذاء المجتمع، فقد يجره ذلك إلى التسول، قد يجره ذلك إلى السرقة، وقد يجره ذلك إلى الاعتداء زي ما قلت، الشذوذ والاعتداء على المحارم، وكل هذه قد تجر، وهذه الآفة الخطيرة، هذه آفة خطيرة جدا. والقتل يعني صار وقتل كمان، حصل قتل، جرائم قتل يعني بالوالدين، لأن الشخص ما بيكون بوعيه، ما بوعيه، هو فاقد لخلايا المخ العصبية، الخلايا العصبية، والأطباء يعني هم اختصاصهم، أنا ليس اختصاص الطبيب، أنا لست طبيبا، لكن صحيح. أقول أنه تؤدي إلى مفاسد، إحنا نتكلم عن المفاسد الملموسة لدينا، أكيد. المفاسد، القتل، الزنا بالمحارم، الشذوذ، الفساد الأخلاقي، السرقة، التسول، النصب، الاحتيال، التعامل بمهن غير شريفة، الترويج، أصبحت مروجا من أجل أن يأخذ شيء من صحيح. هذه المخدرات، يعني صحيح. يعني لا يأخذ مال، إنما يأخذ بس مخدرات. في حالة حبس أي شخص مروج متاجر مرات بيجوا بتدخلوا العشيرة حتى يصبحوا، هذا كل من يتدخل في مثل هؤلاء المتاجرين والمروجين هو آثم لا شك في إثمه، وأنه متعاون معه، يعني يخلي القانون يأخذ مجرى، يجب أن يأخذ القانون مجرى، الغلط بده يتحاسب، ويكون قانون رادع، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الذي يشفع لهؤلاء كانوا يشفع في حد زنا وحد فساد، لا يجوز الشفاعة في الحدود، وهذه جرائم لا يجوز الشفاعة فيها للمروجين والتجار. يعني تعتبر من الكبائر، من أكبر الكبائر، دكتور المخدرات، يعني نقدر نعتبرها من الكبائر، من أكبر الكبائر، أنا أعتبرها أكبر من جريمة القتل، لأنها تقتل الإنسان وتقتل غيره، يعني مش تقتل واحد، لو تقتل واحد مصيبة خفيفة، لكن اعتداء على المجتمع، سواء كان اعتداء على الأعراض أو اعتداء على الأموال أو اعتداء على الأنفس أو اعتداء على العقول إلى غير ذلك. يعني ممكن يكون التدخل العشائري مثلا أو العطوة زي ما بيحكوا، في حالة القتل الخطأ مثلا ممكن واحد يتدخل، بس في حالة يعني ارتكاب جرم أو التجارة بالمخدرات أو ترويج، لا يجوز، يعني أنا أحرم، ولا يمكن لمن عنده مخافة من الله عز وجل أن يقبل أن يتوسط لتاجر مخدرات أو مروج مخدرات بالشفاعة له عند المسؤول. لكن إحنا الحمد لله وضعنا بخير، لأنه في ميثاق شرف عشائري منع التدخل في مثل هذه القضايا. الحمد لله، نرجو الله أن يفعل ذلك، وأن يكون يعني تفعيل قانون عقوبات رادعة، لأن هذه العقوبات لا تأتي إلا بالردع، لأن بعض الناس لا يأتي إلا بالردع الحازم. فنحن نرجو الله عز وجل أن يوفق، يكون في التزام بهذا الميثاق فعلا، مجلسنا النواب الجديد أن يوفقه لأن يتخذ قوانين وشرع قوانين رادعة بحق المتاجرين والمروجين للمخدرات، ويغلظ العقوبة، يغلظ العقوبة عليهم. نعم نعم، يغلظها، يعني أرجو أنها تصل، يعني إن شاء الله أنها تصل إلى عقوبة الإعدام. رسالة منك دكتور للأسر اللي بتسمعنا، اللي حماية أبنائهم والحفاظ عليهم، وأيضا الأسر اللي عندهم أحد أفراد الأسرة يعني شخص متعاطي، شو الرسالة اللي بتوجهها؟ إذا كان هو بيختلف من حيث السن، من حيث إذا كان جديد على المهنة
فهذا يعني بده بالمعامل الحسنة واللطف والكذا الآخري، لكن إذا أصبح مدمنا وتقدم به السن كيف يعالج؟ يعني لا تستطيع الزوجة ولا الأم ولا الأب، بس في مراكز متخصصة ومجانية، يعني إحنا ننصح الأهل لا يقبلون الذهاب، بدنا يعني نوجه لهم نصيحة يعني إن شاء الله يقنعوا، يحاولوا معهم بكل ما يستطيعون المدمن في الأسرة، سواء كان بالإغراءات أو بالإكراه أو بالإغراء، أن يوصلهم إلى هذه المراكز حتى يتم معالجته من هذه الآفة الخطيرة. لكن إذا رفضوا الشكوى إلى الله عز وجل، يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعل شيء أمام هذه الظاهرة الخطيرة. والأسر الأخرى اللي ما عندها شخص مدمن تحمي أبنائها قبل ما توقع في خطر هذه الآفة. مرات قد يذهب شاب أو بنت، ونحن مصيبة أن مشكلة غزة البنات هذه القضية، وأنا نحن نلاحظ هذا في بعض الأماكن وفي بعض من لا أحب أن أذكر هذه الأماكن، يعني البنات يعني صار في إدمان عند البنات وعند الشباب، يعني بيكونوا جالسين مثلا في مكان معين فبضعوا لهم هم وهم لا يشعرون في الشاي أو بالقهوة أو بالأرجيلة أو بالسيجارة، بضعوا لهم من هذه السموم الخبيثة والعياذ بالله تعالى. ولذلك أنا أقول الذي يروج المخدرات وتاجر المخدرات هذا يسن في الإسلام سنة سيئة، عليه إثمها وإثم من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. كل من يتضرر بسبب ترويجه للمخدرات وبيع المخدرات فهو إثم في عنقه. حتى من مبدأ لا ضرر ولا ضرار. نعم لا ضرر. شكرا للدكتور أحمد العوايشي أستاذ الشريعة بالجامعة الأردنية لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. الله يسلمك. الله يوفقك.